بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. هتكلم النهاردة عن إنجاز قد يكون هو إنجاز القرن الواحد والعشرين. الحكاية بدأت إن في طفلة عندها 4 سنين سنة 2006. الطفلة دي كان عندها نوع نادر من السرطان في الجهاز العصبي، جهاز في الخلايا العصبية عندها، والسرطان انتشر إلى العظام، والحالة كانت ميؤوس منها. والطفلة عندها 4 سنين، وأهلها اترجوا الدكاترة إن هم يشوفوا أي حل، يجربوا عليها أي دواء جديد، المهم يعملوا أي شيء مقابل إنقاذ حياة بنتهم. وفعلا كان من سنتين في جامعة هيوستن اللي هي فيها المستشفى اللي فيها الطفلة دي، كانوا بيجربوا على الفئران علاج مناعي جديد اسمه الكار تي سيلز. فقالوا لها ممكن نجرب على بنتك العلاج ده، بس احنا ما جربناهوش قبل كده على البشر وما نعرفش النتيجة ايه. ولكن طبعا في ظل اليأس اللي اهلها كانوا عايشين فيه، بنتهم رايحة، فوافقوا على انها تكون اول انسان يتجرب عليه هذا العلاج. اخذت العلاج، والبنت من 19 سنة عايشة لغاية دلوقتي، ولا يوجد أثار للورم في جسمها، وهي أم لطفلين. قصة نجاح رهيبة أدت إلى أن الهيئة المغذية والدواء وافقت حتى الآن على العلاج المناعي الكار تي سيلز للأورام في 7 أمراض سرطانية مختلفة. معظم اللي تعالجوا بالكار تي سيلز عايشين حتى الآن وخاليين من السرطان. ولكن الحكاية مش سهلة للدرجة دي. في سنة 2006 ما جربوا على الطفلة دي، كان في 18 طفل وطفلة زيها أو بعدها على طول أخذوا هذا أو توافق عليهم أن ياخدوا هذا العلاج. 3 منهم، من ضمنهم الطفلة دي، شفوا تماماً ويعني لم تظهر عليهم الأعراض، ولكن في واحدة منهم رجع لها السرطان بعد 10 سنين، واحدة فقدوا أثرها ما عادتش بتروح لهم المستشفى، و5 من الأطفال كانوا بياخدوا علاج كيماوي وأخدوا بعده العلاج المناعي، ومش معروف، ما كانش معروف هل العلاج الكيماوي ولا المناعي هم اللي جابوا النتيجة معاها، والباقي ما جابش معاهم العلاج ده. وكانت الخلايا دي هي بيسموها الجيل الأول، فضلوا يطوروا فيه، وزي ما قلنا اتوافق على 7 أمراض من هيئة الأغذية والأدوية للعلاج 7 أنواع السرطان دي. معظم أنواع السرطان دي هي سرطانات دم وسرطانات جهاز لمفاوي، يعني سرطانات يسهل هذا النوع من الجهاز المناعي أو العلاج المناعي أن يوصل لها. لكن السرطانات اللي بيسموها سوليد تيومر، الورم الصلب، وبالذات سرطانات المخ، يعني عملية صعبة جدا جدا أن يوصلوا الجهاز المناعي ويدخلوه جوه الورم اللي موجود في السوليد تيومر دي. وفشلت فشلا ذريعا العلاج المناعي اللي هو الأمل في إن هو يوصل للأورام دي ويعالجها. بس قبل ما أقولك البحث اللي معايا اللي منشور قريب إزاي عرف ينجح في إن هو يعالج أعتى أنواع السرطان اللي هو النيوروبلاستوما والجليوبلاستوما والحكاية دي، أورام المخ العنيفة اللي لا يمكن أي علاج كيماوي أو إشعاعي بيخلص عليها تماما، ولازم بترد تاني وترجع للمريض، وبيدينا أمل كبير جدا في القضاء على هذا المرض في القريب العاجل. إيه حكاية الكار تي سيلز دي؟ الكار تي سيلز زي ما قلت لكم في حلقة قبل كده يا جماعة، إن في علاج اسمه العلاج المناعي، إن إحنا بنخلي خلايا التي سيلز اللي قلت لكم انها عبارة عن عضلات وبوكسرز وخلايا قاتلة، جهاز المناعي الورم السرطاني بيبقى متخفي منها،
من ما هوش شايفها. فالجهاز المناعي ما بيعملش حاجة له، بل بالعكس ساعات بيشوفها انها سيلف، يعني ايه؟ يعني هي خلايا أدمية مننا وعلينا ما بنهاجمهاش، يعني خلايا الجهاز المناعي عندك ما بتهاجمكش في الحالة الطبيعية، ما بتهاجمكش، بتهاجم الحاجة الغريبة اللي تخش. لو هاجمتك تبقى مصيبة كبيرة جدا وأمراض نادرة قوي وبتأدي إلى الوفاة سريعا. فكل اللي احنا بنعمله بالعلاج المناعي ان احنا بقى بن ايه حاجة اسمها التشيك بوينت، بنصحصح كده خلايا الأورام، نقول لها فوقي، ده خلايا التي سيلز، خلايا الجهاز فوقي، ده عبارة عن ورم سرطاني وليس خلايا الجسم. بنوقف حاجة اسمها التشيك بوينت اللي هي نقطة التوقيف لخلايا الجهاز المناعي. فبيبدأ الجهاز المناعي يهجم على خلايا الأورام ويهاجمها. الموضوع ده ما بينجحش في حالات كتيرة العلاج المناعي لوحده. دخلنا بقى في الكار تيسل، بنعمل ايه بقى فيه؟ بنصحصح الجهاز المناعي اكتر ازاي؟ بيروح المريض اللي عنده ورم يروح يعمل العملية، الورم بيبقى كبير، بيشيلوا الورم، بياخدوا الورم ده خلايا السرطان اللي فيه، ياخدوا منها حتت اجسام مضادة، ماشي، يعملوا وياخدوا خلايا المناعة منك. نفس الشخص اللي عنده السرطان ياخدوا منه خلايا المناعة، انت يا خلايا المناعة مش عارفة تذاكر كويس ومش فاهمة السرطان ده لئيم، مش قادرة تتعرفي عليه، طب احنا بقى هنجيب خلايا الأورام لسه عاملين عملية للراجل وشايلينها منه، وهنجيب خلايا المناعة اهو، احنا نعمل عملية التعليم دي، التشميم دي في المعمل عندنا، ناخد حتت كده من خلايا السرطان اسمها أنتيجينز، ونعلمها على خلايا التي سيلز، خلايا الجهاز المناعي، ها، وما نسيبهاش الا بكون عارفين انها جهزت خلاص، عرفت خلايا السرطان، وبعد كده نحقنها في الجسم، فتروح رايحه على الخلايا السرطانيه بلا اي مشكله. الموضوع ده بقى عملوه الجماعه في معهد في بازل في سويسرا تبع كلية الطب، ان هم قدروا يعالجوا بيه الجليوبلاستوما، ورم سرطان المخ. مشكلة الورم ده بقى يا جماعة، اولا الوصول له صعب، ثانيا عملية عامل زي من اللي مقدم رشوة لكل الخلايا اللي حواليه، بحيث انها تتحول من انها تبقى مع الجسم على الورم، لا، تبقى مع الورم على الجسم، مخلي كل البيئة اللي حواليه كلها اصدقاء له. فكل ما نديله علاج سواء إشعاعي أو سواء مناعي عادي، الخلايا اللي حواليه تحميه منه، يعني شيء مجرم، وبالتالي الطبيب لما يدخل ويشيل منه يبص نلاقي بعد فترة سنة ولا سنتين رجع الورم كما كان. فخلاص بقى دلوقتي هتشوف يعني إيه الحل، عمله إيه دلوقتي بقى، يخش الدكتور بتاع سرطان المخ يفتح يشيل الورم، ماشي، يدي للجماعة بقى اللي في المعمل دول، ياخدوا الورم يسحبوا عينة من الدم فيها خلايا المناعة، يعلموا ده على ده، خد حتت ذاكر كويس، يقعدوا يذاكر فترة، وبعدين يرجع يحقنوا هذا الكلام في المريض، تبص تلاقي الخلايا المناعة فهمت بقى كويس ودخلة تكسر وتقطع فيها. الجماعة دول عشان الناس تصدقهم، لأن عملوا نسبة نجاح خارقة، قضوا على السرطان تمام، صوروا كل اللي عملوه بالفيديوهات، هحطلك هنا الفيديوهات اللي عملوها. في الاول كانت خلايا الورم اللي هي الخلايا الخضرة دي منتشرة ولا يقاومها احد، وخلايا الجهاز المناعي والخلايا المجاورة اللي جنبها قاعدة بتسلم عليها ولا لها اي حس ولا خبر، والدنيا ماشية والورم مستريح، اللي هي الخلايا الخضرة اللي هتشوفها عندك دي في قمة الراحة والسعادة. لكن بقى بعد ما عملنا العملية وخدنا الأجسام المضادة اللي على سطح خلايا السرطان دي وعلمناها لخلايا الجهاز المناعي الفراودة، بقت كده صحية وفهمت بقى حقنها، هتبص تشوف بقى التفاعل المناعي بقى جوه الجسم، هتلاقي ان خلايا الجهاز المناعي لا ما عادتش بقى ايه طيبة، ولا الخلايا المجاورة طيبة، الدنيا اتقلبت وخلايا الجهاز المناعي تحولت الى غيلان وحيتان
وبتأكل في كل ما يقابلها من الخلايا الخضر اللي انت شايفها قدامك دي، خلايا الأورام وخلايا السرطان، وتقضي عليها بتمحوها. الأمل يا جماعة هو في هذا النوع من العلاج. العلاج الكيماوي بيقتل طبعا العملية بتشيل، أما الدكتور بيشيل ما يقدرش يشيل كل الورم، رغم أنه بياخد حتت كمان زيادة، ورم ساعات بينتشر في حتت تانية. العلاج الإشعاعي ما بيموتش كل الخلايا، العلاج الكيماوي برضو ما بيموتش كل الخلايا، لو تثابت خلية واحدة بس لا ترى بأي حاجة كده يعني تايهة كده ولا كده، هتبص تلاقيها تعمل البقرة تاني وتنتشر تاني. لكن الجهاز المناعي هو أزكى يعني حاجة تقدر تاني، ما بيسيبش حد، عارفهم وفهمهم واحدة واحدة وبيدور عليهم وهيفضل يراقبهم مدى الحياة. الست زي ما قلنا بأول جيل من الكارتيسل قعدت 19 سنة. الجماعة اللي في البحث ده بيقولوا أن هذا هو الجيل الرابع، الجيل الرابع من خلايا الكار تي سيلز التي تفحص وتفهم السرطانات يعني الصعبة جدا. أمل في العلاج، واقتربت العمليات دي انها تخرج بقى من الأبحاث، وما بيقولوا ان احنا خلاص اهو الجيل الرابع ده هنجربه على الإنسان، وبالتالي هتبقى العملية تقدر انها يتعالج بيها البشر. وكالعادة في أي دواء بيبقى الأول غير شائع وبعد كده بيشيع استخدامه في كل مكان ويصبح منتشر. ودي حكايتنا النهاردة في مقاومة هذا المرض العنيف، وأشكر كل الناس اللي بتعمل إعجاب بالحلقات دي لأنها بتاخد مني وقت ومجهود في البحث عنها وإعدادها، والناس اللي بتشترك في القناة، والناس اللي بتنتسب الى القناة، ودول عددهم قليل جدا، وبحب اطمنهم ان اي تمويل بيحطوه في الانتساب ده بيروح لتمويل البحث العلمي اللي احنا بنعمله برضو في اتجاه السرطان ده. والى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.